every single day. I'm gonna make something great. That's my way. بالنسبة للمقادير تاع هاد الميني بيتزا غادي نشاركها معكم على مرحلتين. بالنسبة للمرحلة الأولى غادي نحتاج هنا عندي 3 كؤوس ديال الدقيق، غادي نضيف عليهم 3 ملاعق ديال النيدو، هنا عندي 3 معالق تاع نيدو، حليب بودرة، ضروري من الحليب بودرة لأنه هو اللي كيخلي هاد البيتزا ديالنا تكون رطبة. عندي هنا ملعقة كبيرة ديال الخميرة، خميرة الخبز، عندي فلفل أسود حسب الرغبة ديالكم اختياري فقط للتنسيم، وعندي ملعقة تاع السكر. نضيف المكونات بثلاثة، عندي الملح، بالنسبة للملح كتبقى على حسب الرغبة ديالكم، وعندي كأس إلا ربع تاع زيت الزيتون، الكأس اللي عبرنا به غادي نديرو غير كأس إلا ربع منه، نفس الكأس اللي عبرنا به الدقيق. بسم الله، كنضيفو زيت الزيتون، غادي نضيف زعتر للتنسيم، هاد الكمية تاع الزعتر غادي نسكنو بها نسكنو العجين ديالنا، وغادي نضيف أيضا نفس الكاس اللي عبرت به الدقيق، غادي نضيف 3 كؤوس من الماء، الكاس الأول، الثاني، الماء الدافئ ما يكونش سخون، الماء يكون دافئ، غادي نضيف 3 كؤوس كما قلت لكم من الماء الدافئ، انا ضفت 3 كؤوس، وغادي ندمج المكونات ديالنا بهذا الشكل، ندمجهم مزيان بهذا الشكل كما كتشاهدوا معايا، غادي نبقى ندمج فيهم، غادي نجيب الخلاط اليدوي وغادي نبقى نحرك هاد العجين ديالي حتى غادي يحيدوا منه دوك الكويرات. غادي نستمر بالتحريك بالخلاط اليدوي حتى غادي تجالس لي ديك العجين ديالي وغادي يحيدوا منها دوك الكويرات. صافي، من بعد ما حركت مزيان داك العجين ديالي حتى ما بقاوش فيها دوك الكويرات بالطراب اليدوي، صافي غادي نغطيه بورق الورق البلاستيك، عفوا البلاستيك الغذائي، وغادي نخليه واحد نصف ساعه حتى غادي يتفاعل اليوم، من بعد غادي نرجع نوريكم المرحله الثانيه ديال المقادير. ودابا من بعد ما خلينا داك العجين ديالنا تفاعل، كنحيد البلاستيك الغذائي كما كتشاهدوا معايا نتوما العجين ديالي كيفاش تفاعل، هذا هو السر باش كيجينا العجين مزوين بلا دلك بلا والو. غادي ندوزو للمرحله الثانيه، بالنسبه للمرحله الثانيه غادي نضيف 2 كؤوس تاع الدقيق، انا عبرتهم كما قلت لكم نفس الكاس اللي كنعبروا فيه منذ البدايه، كنبقاو نعبروا به، نضيف 2 كؤوس تاع الدقيق، الدقيق الابيض، وغادي نضيف ايضا 2 كؤوس ديال دقيق الفينو، اي دقيق القمح الصلب اللي هو دقيق الفينو، حنا في المغرب كنسموه دقيق الفينو، الكاس الاول، والكاس الثاني تاع دقيق القمح الصلب اللي هو الفينو، في الدول الاخرى كيسموه السميد الرقيق، ولكن راه كيكون رقيق جدا جدا، يعني كيكون رقيق بزاف. صافي، وغادي نجمع المكونات ديالي، والا احتاجت نضيف واحد الكميه ديال الدقيق غادي نضيفها، المهم العجينه خصها تبقى رطبه وما تندلكوهاش غير تنجمعوها. غير تنجمعوها كما قلت لكم، الا احتاجيت غادي نضيف واحد الكميه ديال الدقيق،
المهم انا غادي نجمع العجين ديالي مزيان وغادي نقطعوه على شكل كويرات وغادي ندوزو باش نسلخوه باش نوريكم طريقه تحضير باقي البيتزا يعني الطريقه. صافي غادي نستمر في جمع العجين ديالي وغادي نجمعو مزيان وغادي نقطعو على شكل كويرات. جمعت العجين ديالي غادي نقطعو هذا هو الشكل ديالو غادي نقطعو نشكلو على شكل كويرات. صافي كنقدم من بعد ما كنجي غير كنجمع العجين ديالي ما كندلكوش كنشكلو على شكل كريات بهذا الشكل على حسب الحجم اللي غادي نطلق رش سطح العمل بهذا الشكل. غادي نرشو سطح العمل بالدقيق كل ما احتاجنا غادي نرشو سطح العمل بالدقيق مرة أخرى. صافي وغادي نطلق العجين ديالي من بعد ما شكلته على شكل كويرات غادي نطلقهم بهذا الشكل. المهم العجين ديالنا خاصها تكون مغلضة مرقيقة تنسلحوها مزيان حتى كتكون مغلضة مرقيقة يعني كتكون متوسطة باش كتجينا مزيانة ما تكونش رقيقة بزاف وما تكونش غليظة يعني تكون ما بين رقيقة وغليظة تكون متوسطة كما كتشاهدوا معايا في الفيديو. غادي نستمر حتى غادي نسرح العجينة ديالي وانا ما كيكون العجين يتهز ليا بسهولة باش كنعرف ان العجينة ديالي مزيانة. دابا غادي ندوزو نقطعوا البيتزا ديالنا. انا اخترت هذا الشكل على شكل قلوب تقدروا تستعملوا نتوما القطعه الدائريه عندي احجام مختلفه فيها من الكبير حتى الصغير. المهم دابا انا غادي نستعمل هذا هو الكبير وهذا اللي صغر منه غادي نستعمل هذا الصغير وغادي نبدا نقطع البيتزا ديالي. غادي نستعملهم بجوج انا غنستعمل الكبير والصغير غير بغيت نوريكم الاشكال بجوج كيفاش كيجي. صافي قبل ما ندخلوها الطيب كنضغطوا عليها بالفرشات بهذا الشكل. صافي وكنكونوا درنا الفرن يسخن وقبل ما ندخلوها الفرن كنتقبوها مزيان بهذا الشكل كنتقبو الحبات كلها وغادي ندخلوها للفرن غادي نشعلو عليها من الاسفل حتى غادي تشد راسها وعاد غادي نشعلو عليها من الاعلى وما كنخلوهاش تحمر يعني كيبقى اللون ديالها ابيض. وهذا هو الشكل النهائي تاع الميني بيتزا ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن. كما كتشوفوا كيبقى اللون ديالها ابيض غير كنخلوها غير حتى كتشد راسها وكنحيدوها من الفرن. وهذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نحتفظ بها في المجمد غادي نوضعها في الكيس بلاستيك الغذائي او اي كيس تاع البلاستيك وغادي نوضعها في المجمد ووقت ما بغيتها غادي نهز الكميه اللي بغيت ونرجع الباقي. وهنا كما كتشاهدوا البيتزا ديالي من بعد ما وضعت فيها صلصه الطماطم الايطاليه الاصليه والكفته ودرا وضعت فيها الجبن وغادي ندخلها للفرن طيب. الى بغيتو تشوفوا الطريقه كيفاش كنحضر صلصه البيتزا الايطاليه الاصليه اللي كتجي المذاق ديالها رائع غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ولا بغيتو تشوفوا طريقه تحضير البيتزا الايطاليه الاصليه بجميع المراحل ديالها من العجين الى الحشوه غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديوهات مقبله باذن الله.